سيدتي الرئيسة مرة أخرى أذكر بأنه بالنسبة للحكومة المغربية السكان متساوون. حنا تنتكلموا على مشروع ديال برنامج الكهرباء الشمولي الذي يهم جميع مناطق المغرب ضمن مواصفات محددة فيها بطبيعة الحال كما قلت الاتفاق على المشروع توقيع عليه الشركاء. فأي منين تتوفر هذه المواصفات راه تنقوموا بالكهرباء الآن. إذا كانت لأنه السيد النائب تكلم بشكل عام والعام هنا غير محدد، إذا كانت هناك بعض الجماعات التي يريد السيد النائب أن يستوضح فيها فليطرح فيها سؤالا مباشرا حتى أتمكن من الإجابة، لأنه بشكل عام أنا تكلمت على النسب وعلى ما أنجز لحد الساعة. والسيد النائب مشكورا حبذا أن يطرح السؤال بشكل مباشر. ما الجماعات كنت تطرح علي السؤال جاوبك، ولكن الآن تطرح سؤال عام ومن بعد تقول لي واحد المجموعة الجماعات، يعني هذا غير معقول. إحنا الآن في واحد المؤسسة اللي خصنا نناقش وخصنا نعطيك المعطيات. تنقول كاين 99% ما كايناش شي منطقة في المغرب تتنزل على 85%، أنت تتحدث على 75%، هذا غير صحيح.